من وطن البلاد المجيد، من وطن عيسى عليه السلام، نبرق للعالم بأسره رسالة المحبة والسلام، رسالة الميلاد التي سطر نبي الله عيسى عليه السلام معانيها كقيمة أخلاقية وإنسانية عليا. فلسطين البشارة والميلاد والمسرى، ورغم افتقارها لأبسط أبجديات السلام والأمن بسبب إجراءات الاحتلال وسياساته القمعية، لأنها تنثر السلام والمحبة لكل شبر من بقاع وطننا العربي الحبيب، وأن يزور حجاجه هذه المدينة المباركة كما باقي حجيج العالم. شكراً لك يا سلام، وأهلاً وسهلاً بكل مشاهدين بيت للكل. أقف هنا على مسافة 200 متر من شرقي نهر الأردن، وتحديداً من موقع عماد السيد المسيح المختص، أي في الجهة المقابلة لك يا سلام. إذاً من بيت لح، من موقع ولادة السيد المسيح إلى موقع عماد وولادة الديانة المسيحية، رح نتعرف أكثر على المختص، هذا الموقع الذي يمثل حقبة تاريخية ودينية مهمة جدا. رح يكون معنا في جولتنا لليوم المهندس وعطوفة المهندس رستم مكيجيان ليعرفنا أكثر عن هذا الموقع وأهميته الدينية. نعم زميلي إبراهيم، بالتأكيد وكل زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل، مساء مليء بالأمنيات الجميلة خلال استقبال عام جديد، وأيضاً أخوتنا المسيحيين في كل بلدان العالم وفي كل بقاع الأرض. حقيقة الأمنيات واحدة بأن يكون عام سعيد وأيضاً أعياد مجيدة وسعيدة لكل بلداننا العربية. حقيقة هي الأمنيات واحدة بأن تتوحد الشعوب، بأن يكون الخطاب الإعلامي والخطاب حتى على الصعيد الشخصي للبلدان العربية تكون أمنياتنا واحدة، هي الأمن والسلام حاضر لهذه البلدان العربية. ومن خلال هذا البرنامج العربي نصدر صورة ومشهد ولقطة جميلة من خلال هذا البرنامج العربي بخطاب إعلامي متوحد، وأيضا تماسك العربي الواحد. كل هذه الأمنيات نستقبلها من خلال استقبال عام جديد بأن يكون عام 2023 هو عام مليء بالسعادة لكل العالم، ولا نشاهد هناك المآسي، وأيضا لا نشاهد العقبات في طريق أو حياة الإنسان الاعتيادية. نعم زملائي، فعلا يا أحمد، بيت للكل بيحتفي هذا العام أيضا مثل العامين الماضيين، نحن نحتفي بكل الرسائل الإنسانية وبالمحبة وبالسلام، نحتفي بأعياد الميلاد وبالميلاد ورسالته السمحة، المحبة والسلام في كل مكان. صحيح أن وطن هذه المناسبة فلسطين لا ينعم بالسلام، ولكن هذا المكان بيت لحم هو مكان السلام والمحبة، ويأتي السائحين من كل مكان لكي يقتدوا بتعليم الدين المسيحي. اسمحوا لي هنا أتذكر زيارة بيت للكل لبيت لحم، كم كانت جميلة هذه المدينة، فعلا جميلة، وتشعر في هذه المدينة بأن حمام السلام في كل مكان، تشعر بالرسائل الجميلة، وتشعر بناس فلسطين المحبين المحافظين على كل الأماكن الدينية ومحافظين على السلام والمحبة والتسامح. كل هذا موجود في بيت لحم.